المجتهدون وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنام المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما سيدتي وسيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها والمعصومين من بنيها، سائلا المولى العزيز بحقها وبحق أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يفرج عن إخواننا وأخواتنا في بحرين العزيز، بحرين العز والولاية، بحرين الصمود والجهاد والشهادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنما نحيي ذكرى شهدائنا الوجبتان اللتان تمر على ذكرى عروجهم إلى ربهم وانقلابهم إلى إلههم وفاطرهم سنة وسنتان. وكذلك في الواقع نحيي ذكرى جميع شهدائنا شهداء العزة والولاية، شهداء النصرة والكرامة، أولئك الذين بدمائهم غرسوا في نفوس الأمة البصيرة الحيوية الإيمان، وسقوه دائما بداية من شهداء كربلاء ولا نهاية لهم إلى يوم قيام سيدنا ومولانا وصاحب أمرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه. نحن في هذه الأيام نعيش ذكريات من معالم الشهادة، اليوم ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة، يعني إنما نحمل رسالة للعالم إذا عندنا نساء كهؤلاء الذين شهدنا ثلة منهن من عوائل الشهداء يفتخرن بشهادة أبنائهم بشهادة إخوانهم، إنما هن على درب الشهادة قد اقتدينا بسيدة الشهيدات الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نحن في هذه الأيام نحيي ذكرى أربعينية ربيع ميلادي
تلك الثورة التي غيرت الموازين والقيم في العالم المادي، في عالم الانقلابات والنهضات، في عالم الثورات، إنما كان ببركة دماء الشهداء. رحم الله سيدنا وإمامنا ومن إليه وعليه في جميع الأمور استنادنا الإمام الخميني الكبير، في بداية شهر محرم أرسل بيانا إلى الشعب الإيراني قبل 40 عام، قال: هذا شهر انتصار الدم على السيف. وبالفعل لم يمكث شهران وأقل من 2 أسبوع وإذا بالثورة الإسلامية تبلغ أول مرحلة وخطوة منها، إذ يسقط عرش الطاووس وعرش الطاغوت وأكبر قوة عسكرية في المنطقة التي كانت تمتلك أكبر ترسانة وأسطول في الخليج وبحر العرب، بل حتى في المحيط الهندي. وإذا بهذه القوة المادية العسكرية العظمى تسقط مقابل قوة الله والإلهيين كهؤلاء الشهداء. دماء هؤلاء قد غلبت تلك القاذفات والمدرعات والرشاشات والقاصفات، وهذه تجربة قد عشناها في العهد القريب. نحن في هذه الأيام نحتفل هذه المناسبات وكلها ببركة الشهداء. ما سقط شهيد في ساحة إلا وشهدنا أن الانتهاض والانبعاث وكذلك عروض الفهم والعلم والتبصر والتوعية على شتى الجاليات والشرائح يكون بصورة متفاوتة وعجيبة. بدل أن الآخرين يخشوا وينسحبوا ويخافوا، وإذا بالعكس نلاحظ انبعاثهم وانتهاضهم يكون أكثر وأقوى وأشد، ويوما بعد يوم عدة وعددا يكون متفاوتا ومتناميا ومتكاملا. نعم، نحن قد كلفنا من قبل الله تعالى بالصبر، يعني أن نصبر على ما نتحمل من مصاب ظاهري افتراق هذه الكواكب التي كانت منيرة لنا صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. علينا صعب، ولكن نحن كلفنا من الله تعالى بالصبر، كلفنا من الله تعالى بالتوجه المعنوي إلى الله. إنكم قدمتم من الجهود وقدمتم من الخدمات، وإن كان الإنسان مذ أن بلغ إلى حين أن تعرج روحه إلى الله تعالى، يجب عليه أن يكون في جميع الساحات إما معطيا أو منتفعا، ولكن شاء القدر أن تكونوا في هذه البرهة، وعسى الله أن لا يجعلها طويلة، ويفرحنا ويفرح أنبياءه ورسله وأئمتنا، ويفرح جميع أبات العالم بسقوط هؤلاء الطغاة والانتقام الدنيوي الشديد منهم قبل ذلك الانتقام الذي إنما يؤخرهم الله ليوم تشخص فيه الأبصار. ولكن نحن نستفيد ونستخدم هذه الفرصة للاستعانة بالصبر والصلاة، أي العبادة. نحن الآن في جوار كريمة أهل البيت سلام الله عليها فاطمة المعصومة
المعصومة، نحن في الواقع نقوي الركائز الإيمانية، الركائز العقدية، تلك الركائز التي تقلب الإنسان وتحول الإنسان تحويلا عجيبا، فكأنه أصبح إنسانا متفاوتا ملكوتيا يتفاوت عن باقي الناس، فيكون من الذين ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. يكون من أولئك الذين تفتخر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وكذلك أبوها و بعلها والمعصومون من بنيها بهم. يعني نحن في الواقع نكون من الأناس الذين تحولوا، والتحول الروحي والمعنوي والعقدي والفكري هو الأساس الواقعي الذي تبنى عليه صروح انتصاراتنا ونهضاتنا، ولولاها لما نفعت ولما فادت جميع الفتوحات والانتصارات. ولهذا نشاهد مهما ازداد التخويف الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ذول الأمريكان البريطانيين الاستكبار العالمي يدعمهم، فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر من أمريكا، الله أكبر من بريطانيا، ونحن اتكالنا على الله. هذا لابد أن يكون بجميع أعضائنا وجوارحنا وجوانحنا، يعني لابد أن نصل إلى مستوى حقيقة هذا نشاهده بأم أعيننا، ونكون على إيمان واضح به، كما أنه قبل 41 عام كان شبه مستحيل أن ثورة بهذه العظمة تتمكن أن تسقط لا عرش الطاغوت فحاسب بل هيمنة الاستكبار العالمي، وتغير الموازين والمعايير العالمية. وإذا بقوتين إمبراطوريتين أي الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تترأس وتتزعم الإمبراطورية الغربية، والاتحاد السوفيتي الذي كان يتزعم الإمبراطورية الشرقية، وإذا تنهاران، هذه في الواقع كان لا شبه مستحيل بل من المستحيلات. ولكن الله تعالى لما رأى إيمان شعب وإرادتهم واعتمادهم واستنادهم إلى قائدهم ومبادئهم والالتزامهم العملي بأوامر الله تعالى والانتهاء من محارمه، فأهدى لهم هذه الهدية منة من، وسنة الله تعاد وتكرر، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لم يوجد تمييز ولم يوجد تبعيض. وإذا تشاهد أبغض الناس عند الله لحظة واحدة لما يرون إعجاز موسى ويقعون ساجدين مؤمنين بإله موسى وهارون، فهنالك يهددهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، يتهمهم بشتى التهم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ويبدأ بالتهديد: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في آية ثانية، ولأصلبنكم على جذوع النخل. يعني ما يتصور الإنسان تعذيب بعد أشد من هذا: لأقطعن أيديكم، هذه 3 آيات قرآنية، وأرجلكم من خلاف، أصلبنكم أو أصلبنكم على جذوع النخل. ولكن انظروا إلى الجواب، الجواب هو بعد الاستعانة بالصبر والصلاة، قالوا: لا ضير، ما تضرنا، إنا إلى ربنا منقلبون. وإذا انقلبوا إلى عرفاء موحدين، شنو أنت قاعد تهددنا؟ أنت قاعد تبشرنا بالشهادة؟ إنا إلى ربنا منقلبون. أنت شنو تحكم؟ كلما تحكم وتقضي إنما تقضي حياة الدنيا، ماكو شيء.
اقتلوني اقتلوني يا ثقات، إن في قتلي حياتي وحياتي في ممات، إني لا أرى الموت إلا شهادة. هذه الموجودة سعادة مصحف، لأن الخط كوفي كان فما قروها سعادة، وإلا هي شهادة في النسخ الأصلية لكلام مولانا أبي عبد الله الحسين، شهادة إني لا أرى الموت إلا شهادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. نفتخر بهذا. أولئك إنما هم أحياء، بصريح القرآن الكريم، بل أحياء ولكن لا تشعرون. لا تشعرون تدري يعني شنو؟ يعني موجودين هني، هم يشوفونه يسمعونه، بل حتى يتمكنون أن يرتبطون بينا يتصلون، ولكن إحنا ما نشعر. يعني إحنا شلون؟ الأعمى ما يشوف، الأطرش ما يسمع. يعني إنما نحن قد فقدنا إحدى الحواس التي بها تدرك حقائق، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج رأى ربه، أما ما رآه بعيني، إنما رآه بقلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. مولانا أمير المؤمنين، كيف أعبد ربا لم أرى، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وعنده وبعده. حبيبي إحنا المشكلة موجودة فينا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. يعني الحين ناس موجودين يشوفون الجنة والنار، لا تظن الجنة والنار حاطية في مقطع زمني بعد مليون سنة، لا حبيبي، موجودة الآن في باطن هذه الحياة. وإن جهنم لمحيطة، الآن محيطة بالكافرين، بس أنا ما أشوف، أنا أشوف هذه الزركشة الزخرفة المظاهر المغرية. أما إذا كان لدي تلك الأدوات التي موجودة عند أهل البيت عليهم السلام، عند الشهداء ببركة استشهادهم، إنما من الله عليهم، لرأينا ما لا يرى الناس، ولسمعنا ما لا يسمعون. بل أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية من سورة الروم تدل على أن الآخرة باطن هذه الحياة، بس ليش ما نشوفها؟ المشكلة فينا، المشكلة فينا. هذا الغطاء لازم نشيله، ما نشيله إلا بالمعنويات، نصير مثل سحرة فرعون، شهداء قالوا إنا إلى ربنا. ولهذا تلاحظ مباشرة بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني أنتم ما تحسون فيهم، هم أحياء موجودين فينا، مو مثل حياة أبوي ويدي، هذه حياة برزخية، حياة أخروية، لا حبيبي، حياة دنيوية. وإلا كل ميت حي، ما عندنا ميت ميت، الجسد يفنى والروح باقٍ، يبدأ من ليلة أول القبر، اسمع افهم يا فلان ابن فلان، إذا جاءك الملكان المقربان، يعني هذه الحياة برزخية تبدأ. هذه الحياة التي سبحانه وتعالى يصرح بها في سورة البقرة، بل أحياء ولكن لا تشعرون، في سورة آل عمران، بل أحياء عند ربهم يرزقون يستبشرون. يعني يبدأ الله سبحانه وتعالى بآثار تكوينية ينسبها للشهداء، ولكن المشكلة فينا أنه إحنا ما نقدر ندرك هذه الحياة، فإنما هم عند ربهم مرزوقين. ويكونون كسائر الشهداء، كشهداء كربلاء، شاهدين أفعالنا أقوالنا، وكذلك مطلعين على ركائز أذهاننا، فلا بد علينا أن نؤدي حقهم بكل ما يمكننا من المساعدة في تنجيز ما لأجله قدموا أنفس شيء مادي وهي أرواحهم. نحن لا نتهاون ولا نقصر ولا لا سمح الله نتردد في تقديم ما لا يقل عما هم قدموه الغالي والنفيس. نكون على استعداد كامل بعد أن قومنا كياننا
وقوينا معنوياتنا وإيماننا بالله، فهنالك نشاهد أن النصر أقرب من القريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه إن شاء الله قريبا. فهنالك نلاحظ أن اليأس يتبدل إلى أمل، بل إلى واقع متفاوت، إيمانا منا وانطلاقا من إيماننا بالله. وهذه هي سنة الله تعالى. فلنكن فخرا لرسولنا صلى الله عليه وآله، وكذلك لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وأبنائها المعصومين. فلنكن ممن يفتخر بنا إمام زماننا، إمامنا الخميني الكبير يفتخر بنا، سماحة قائدنا الإمام الخامنئي حفظه الله يفتخر بنا، كل أبي في العالم والشهداء لما يكونون ناظرين بنا يستبشرون بنا ويفرحون بنا بأنهم وإن ذهبوا في الظاهر ولكن قد خلفوا أناسا يتمكنون أن يمدون تلك المناهج وتلك الجهود وتلك الخطوط التي لأجلها ساروا وجاهدوا وقدموا، ونحن أيضا نكون على ذلك الدرب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بحق هذا اليوم الذي هو يوم منسوب إلى أمة صالحة من عبادك، جعلتها سيدة لنساء الأولين والآخرين، بل حتى فاقت كبار الرجال من الملائكة والبشر من الأنبياء والمقربين، بناء على أنه لولا فاطمة لما كان كفوا لعلي، وكذلك لولا علي لما كان كفوا لفاطمة. هذا يدل على أفضليتهما على الكثير، وهذا الحديث يكون قد صح. فنتجه إلى الله بحق هذه الصديقة المظلومة الشهيدة. اللهم عجل في فرج مولانا وصاحبنا وولي أمرنا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل في نصرة إخواننا وأخواتنا وشعبنا المضطهد في البحرين. اللهم فرج عن جميع السجناء والمعتقلين، وأنقذهم من تعذيب آل خليفة منتقما من ظالميهم عاجلا عاجلا. اللهم ارحم شهداءنا وارفع من درجاتهم، وبالأخص إمام شهدائنا. اللهم واحفظ قادتنا وزعماءنا، وأخص بالذكر إمامنا وملاذنا قائد الأمة الإمام الخامنئي. اللهم احفظه بحفظك، وسدد خطاه بتسديدك، واجعله ممن يسلم الأمر إلى وليك صاحب العصر والزمان. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.